السلام عليكم. رغم مرور 3 أيام على الواقعة، تلتزم السلطات الجزائرية الصمت إزاء المعلومات التي تحدثت عن اعتراض البحرية الجزائرية غواصة إسرائيلية من نوع دولفين تسللت قبالة السواحل الغربية للجزائر خلال تدريبات الدرع 2021. البحرية التي جرت يومي 29 و 30 سبتمبر أيلول الحالي. وفي معلومات خاصة لموقع ميناضي فينيس المتخصص في الشأن العسكري، فإن قوات البحرية الجزائرية كشفت وجود غواصة تابعة لإسرائيل على حافة المياه الإقليمية الجزائرية قبل يوم من بدء تدريبات الدرع 2021 التي نفذها الجيش في سواحل وهران غربي الجزائر. وأضاف الموقع أن غواصة جزائرية من نوع كيلو كشفت وجود غواصة إسرائيلية، وتم اتخاذ قرار بمطاردتها وإجبارها على الصعود إلى السطح ومغادرة المنطقة. وأوضح أن فيلق من قلعة بني عباس لعب دورا مركزيا في العملية، حيث نشر مروحيتين عسكريتين من طراز سوبر لينكز المضادة للغواصات، بينما دفعت غواصة من طراز كيلو 636 الغواصة شمالا. وعندما شعر الطاقم الغواصة الإسرائيلية بأنه محاصر، قرر الصعود إلى السطح على بعد 5 كيلومترات من المياه الإقليمية الجزائرية، في إشارة إلى أنه تخلى عن المهمة وابتعدت غواصته عن الساحل الجزائري.